مصر اتولدت دولة عظمى، حضارة وعمارة وعلوم، وعلى مدار تاريخها الطويل كانت طول عمرها حالة خاصة بناسها ومدنها وشوارعها، زخمها الفكري والثقافي وفنها اللي حطها في حتة تانية، خلاها مصر أم الدنيا. بالفن وثقنا حكاياتنا، تضحيات ولادنا جيل بعد جيل، عبرنا عن حزننا وعن فرحنا وعن انتصاراتنا في أفلامنا وأغانينا ومسارحنا، في روايات أدبائنا، في الصحف وجرايد. مصر بتفرج العالم فنونها، وبفنونها بنكتب تاريخنا. يوم العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد، ما كانش حد في العالم مصدق إن إحنا نقدر، عشان ما يعرفوش السر، سر دعوة أم وأب من القلب، سر الله أكبر، وعقيدة قتالية الجيش بيقول يا النصر يا الشهادة. الشعب المصري ملوش كتالوج، الشعب المصري ما يقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني، وده مش كلام إنشاء، ده التاريخ اللي بيقول. التاريخ بيقول ان محدش له حاجة عندي، ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة بلدي، عاللي بيعتدي مصر عصية وعنيدة وحرة وقوية، واللي يحاول يهدمها انا ببنيها بيدي. ده الشعب اللي في حق بلاده عمره ما قصر، محتل بدل ما يقصر هو اللي تقصر، مقدرش يغير ملامحنا، خد مننا طريقتنا وروحنا، وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر. دي بعد يضربوا بيها الأمثال، إرادتها بجد عجيبة، كل اللي دخلها خرج منها بيجر ديول الخيبة، مكتوب على بابها اللي هيجي عليها هيتزل. وأجرك الله الشعب المصري ده ملهوش حل. ده سنين وعدوها نفسه يفك في شفرتها، وهو جيل ورا جيل اتعلم منها معافرتها. وملخص موضوعنا ده كله، الحر محدش يحتله، ويا ويلو اللي يفكر ويهوي بناحيتها.